عندي حالك خبر حلو. قدمت استقالتي. خلاص طلال، عدتو بتفرغ لك وبتفرغ حال الأولاد وحال الرسم. أحلى خبر سمعته من زمان. الظاهر أن الأيام بتبدأ تضحك لنا من جديد. الحمد لله، مشروع الحلم قرب يتحقق. المستثمر متحمس على المشروع ويالس يدور على الأرض المناسبة. نسبتي بتكون من 2-5%، بس في فرصة إني أكون شريك أساسي بالربع بعد. لا لا، هالموضوع بكلمك فيه بعدين. تو خلينا نحتفل بمناسبة إطلاق سراحك من الوظيفة. يعني ويش ما مقتنع بيها؟ قول له أنا مستعد أعطيه السعر اللي يبغاه. خلاص خلاص، أنا بخلي والدي كيفه يتابع الموضوع معاه. اسمع، الأرض هذه مهمة بالنسبة لي ولازم يوقفك، وحسابك محفوظ وزيادة بعد. مع السلامة. لا تخافي، بيسيروا المكتبة يشتروا دفاتر وبيردوا. أخاف حد يشوفني معك. وحويش تخافي، أصلاً ما حد يعرف إيش هني. أخوش وزميلاتش بالكلية الحين. أنت ما تعرف أخوي، شراني وما يتفاهم، وإذا شافني معك بتكون نهايتنا أنا وياك. بنظل نتكلم عن أخوش؟ أنا ما صدقت إني شفتش على الطبيعة، بدل هالرسائل والمكالمات. بصراحة انت على الطبيعة احلى. ما عندك سيارة؟ عندي بس مصادرة. كيف؟ كيف هذه شرحها طويل. الله يسامحك يا قيفر. لا تقول خذوها عنك. لا، انا ما اريد زوج المستقبل يكون ضعيف، اريدك تواجههم وتطلب سيارتك. وش قلتي؟ زوج المستقبل؟ انت ما بتقولي سالفتك مع ابوك؟ اذا ابويا ما قال شيء معناته اللي بقوله ما منه فايده. ليش ابويكي؟ ليش؟ ليش يحسسنا انه ضعيف ما يقدر يواجه حد؟ من غلط عليك؟ ما حد. أنا بس بغيته يكون له موقف في هالمكان. أباي حسس الكل أنه يحميني بهبته، أبقى قعدته معي طول الوقت. يعني ما لقيت مكتبة غير هالمكتبة؟ البلاد متروسة مكتبات. سمعت إنها جديدة وقلت أجي أشوفها. طال
هذا ما كنا يمعه؟ هو بعينه. ومن هذا اللي معه؟ علم علمك. نزل ايدك، ايش اللي صار لك؟ ها؟ ماشي، بس مثل ما شفتي المكتبة ما فيها دفاتر، وقلنا نطلع ندور مكتبة غيرها، بس من أولها كذي؟ وبعدين تعال خبرني من هذيلة؟ هذا العم ذياب ووالده قيفر. أبو هيثم وأخوه صح؟ هي. وانت ليش تخاف منهم؟ أنا ما خاف من حد، بس ما حبيت أشوفه وش معي ويأخذ عنش فكرة سيئة لا قدر الله. مشروع حلو بس غير مربح، بمعنى انه يتعب الجيب. تقدر تقول لي بعد سنة كيف تقدر تمول هالمشروع؟ لا تخاف، المشروع مربح ان شاء الله. بس ما قلت لي حويش متعني وياي هني. طلال اخوك علامة، اباك تروح تتفاوض مع الناس اللي بنشتري منهم الأرض حمشروعها. وأنا قلت للمستثمر إنه لا يعلم إن هذا المشروع أنا أموله، وهذه المهام ما حد يقدر عليها إلا أنت. بعطيك شيك على بياض، حط الرقم اللي تتفق معهم عليه. بعطيك رقم ريال اللي بيساعدك في الموضوع. ترى الريال هذا صاحب كلمة، وبياض وي لا تقصر معه وكرمه إن شاء الله. ألف ألف مبروك، ولو إنها متأخرة، وعسى ربي يوفقك دوم إن شاء الله. خلاص يا ليلى، أحلامنا قربت تتحقق، وخاصة الحين بعد ما آخر منغص زال وانتهى. الحمد لله. ما أدري كيف كنت مصدقة إنهم بيعدلون مواعيد دوامنا. المهم كان فيها خط رجع لحياتي معك من جديد. تعرفي؟ بتفق مع المستثمر إن واحدة من البلال تكون حلنا. تعرفي؟ وأنا أصمم المشروع نشنت على فيلا براويش إياها في الخريطة، بس لازم تقولي لي رأيك. أهم شيء تكون فيها حديقة كبيرة علشان أزرع فيها ريحان وورد وياسمين وهمبة ولومي وخيار.